والله العظيم اللي كان كنا لسه احنا كنا عمره ماشي انا معاك والله العظيم ربنا يرحمه ان شاء الله احنا عشان الحاج قوي ما كانتش مصدقاني بقى هتشوف لا 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 طبعا هتخش الجنه ان شاء الله حضرتك والد الشهيد احمد ان شاء الله حضرتك والدته ايه اللي حصل بالظبط يوميها اللي حصل يوم الجمعه ان اللي هو موافق 28 واحد ان ما كانش يعني كان موجود مع لما خلص الامتحان بتاع يوم الخميس امتحان كان في الخميس هو في هندسه في كليه هندسه ثانيه هندسه مدني وحيد هو عمره 19 سنه وجاب بعد ما طلع المغرب عشان يروح المظاهره مظاهرة سلمية ما مش في دماغه شاب محترم زي هنا هنا في الغربية ولا كانت في القاهرة؟ هنا في طنطا هنا في طنطا ويا دوب ما فيش على ما وصل هناك عند نقطة هي نص ساعة وجانا جا واحد قال لي إن أحمد استشهد نص ساعة بعد ما خرج من البيت ما فيش نص ساعة لما رحتوا المستشفى لقيتوا إيه؟ لما رحتوا ودخلتوا عند أحمد وأنا قاعدة هو قالوا دخلت رصاصة في الرئة الشمال دخلت رصاصة حية في الرئة الشمال وعملت له بقى مزيج جامد قالوا ما عرفناش نوقف المزيج كان لوحده في المستشفى؟ لا جه واحد ضربه معاه خمسة انت كنت معاه وقتها؟ انا المدير المستشفى واحمد كان معاه بتاع حوالي اربع خمس كمان مصابين ايوه فعلا دول معانا كلهم عيل عنده 17 سنة برضه خد رصاصتين في ظهره من ضمنهم عيل صغير عنده 17 سنة خد رصاصتين في ظهره اللي انصف في كتفه واللي انصف في دماغه واللي انصف في رجله وغير ناس ثانيه واحنا موجودين جم واحد جات له في القلب شاب صغير بتاع 18 سنه كده برضه قالوا ايه قالوا جات في قلب حضرتك تقول ايه للشباب اللي موجودين في الميدان دلوقتي؟ اقول للشباب كل واحد يفضل على الوضع اللي هو عليه ما يحاولش ان هو يتحرك بس رجاء تكون المظاهرة سلمية انا مش عايز اي شغب مش عايز اي مشاكل وهي المظاهرة سلمية الحمد لله على الوضع اللي انا شفته الحمد لله يا حاج انت ندمان ان انت بعت احمد على المظاهرة؟ لا طبعا لا طبعا مش بالعكس انا فرحان ان هو ده عمره سواء كان فضل قاعد في الزيت او نزل نسيان يعني ده قضاء الله ما احتسب عند الله من الشهداء ان شاء الله هو بطل بنفتخر بيه هو شرفنا وبطل بنفتخر بيه احمد القنبله اترمت قنبله وسيله قلع القميص بتاعه عشان يغطي بيها ما تاذيش حد هما فكروا ان هو هيرميها عليهم فضربوه بالرصاص لكن احمد كان شهيد اصلا وهيموت شهيد ومات شهيد الحمد لله كانت من دلوقتي كان في حاجه ليله وفاته كانت بتحكي من فين؟ كانت بتقول ان هو كان بيقول ان هو عايز يروح يعمل عمره اي نيه ان هو رايح يروح يعمل عمره وقبل ما يموت على فكره نطق الشهاده الحمد لله كلمة تقوليها للشباب اللي في الميدان ربنا معاكم ربنا معاكم ما تمشوش الا لما يرحم عشان دمكم كله ما يبقاش راح على الارض لانهم مش هيسيبوهم في حالهم هم لو طلعوا هيضيعوا هيضيعوا فيضيعوا بقى في سبيل الله احسن يضيعوا ويضيعوه هو هو ملوش اعاد هم دول الاساس هم دول اللي هيفضوا في البلد هو راحل راحل ماشي ماشي 86 سنة لكن دول شباب زهرة الشباب هم اللي هيعمروا البلد هو خربها هو خربها 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 وحطها في بنوك سويسرا لكن هو ان شاء الله واللي زيه باذن الله هم دول اللي هيعمروا البلد هم دول اللي هيعمروا البلد وهم دول اللي هيردوا المصريين كلهم احمد كمان هم دول اللي هيردوا المصريين كلهم كرامتهم هيردوا كرامتهم